هنروح مع حضراتكم الأخبار. المحافظات في بني سويف تم إدخال خدمة فصل مشتقات الدم بمستشفى الفشن، أما في البحر الأحمر فجامعة الغردقة بتوافق على إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الجامعية. في الفيوم 13 منفذ متحرك لبيع المنتجات الغذائية للمواطنين وبأسعار مخفضة. كمان في البحيرة بتفتتح سوق الجملة والحديقة العامة بمركز إدكو. أخبار كتير شهدتها المحافظات. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة إدخال خدمة فصل مشتقات الدم داخل بنك الدم بمستشفى الفشن المركزي ضمن الخدمات الجديدة اللي بيتم توفيرها للمواطنين من فصائل الدم ومشتقاته. كما تم أيضاً توفير عدد من أجهزة فريزر البلازما، وهي عبارة عن أجهزة مخصصة للتخزين الآمن لبلازما الدم المجمدة أو مكونات الدم في درجات حرارة معينة بعد عملية الفصل. في البحر الأحمر وافقت جامعة الغردقة على إعفاء طلاب حلايب وشلاتين وأبو رماد ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر من الرسوم الجامعية المقررة ورسوم المدن الجامعية الإقامة والتغذية بكليات جامعة الغردقة خلال العام الجامعي 2024-2025 مع تشكيل لجنة المكتبات ولجنة الإنشاءات الخاصة بجامعة الغردقة. شهدت محافظة الفيوم قافلة كبرى تشمل 13 منفذ متحرك بها بيض المائدة واللحوم والخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان ومنتجات التصنيع الغذائي، إضافة للبقوليات وغيرها من احتياجات المواطنين، وبيتم البيع بأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 20%. افتتحت محافظة البحيرة عدد من المشروعات التنموية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الحضرية بمدينة إدكو، وتم افتتاح السوق المفتوح بإدكو للخضر والفاكهة والأسماك المقام على مساحة 2000 متر مغطى بسقف غير قابل للاشتعال وكامل المرافق، وبيضم 5 منافذ للدخول والخروج ومقسم لجزئين، أحدهم للأسماك والآخر للفواكه والخضروات. كما تم افتتاح الحديقة العامة بإدكو المقامة على مساحة 10500 متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه، وبتعد مركز للأنشطة الاجتماعية. شهدت محافظة المنوفية افتتاح مبنى العنايات الجديدة بمستشفى أشمون العام، وتم تزويد وإضافة عدد 9 أسرة للعناية ليصبح الإجمالي 26 سرير بالمستشفى لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة للمرضى والمترددين واستقبال الحالات الحرجة من داخل وخارج المحافظة وتخفيف آلام المواطنين. في الدقهلية أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً مع تأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وده لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. شهدت محافظة كفر الشيخ تسليم 16 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون. افتتحت محافظة المنيا محطة مياه أرض سلطان المرشحة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد اللي بدأت العام الماضي لخدمة ما يقرب من 300 ألف نسمة في مناطق شمال وغرب مدينة المنيا، وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير حوالي 60 مليون جنيه لرفع كفاءة المحطة وضمان استمرارها في تقديم خدمة عالية الجودة.